اولا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقة السادسة من برنامجكم خفيف ظريف. البرنامج اللي تنهضروا فيه على اخبار ديال روبا، واليوم غادي نهضروا على المحاكمة ديال سيمو القناوي كما شفتوه من العنوان. المهم الا كنت اول مرة تدخل القناة مرحبا بك، معك عبد الرحمن بن نور، وهاد القناة هادي تهتم بالراب المغربي. الا كنت انتريسي خلي واحد ابوني وفعل الكلوش باش يوصلوك لي فيديو نتا الاول. اما الا كنت ديجا من لي زاميغوس خلي واحد جيم كومونتير وشي بارتاج وخليونا نبداو. اول حاجه الا بغيتي تعرف علاش تحاكم القناوي واش وقع عليه وامتى كانت عنده المحاكمه، رجع للفيديو اللي فات، راه لخصت فيه كل شيء وهضرت تما بالتفصيل المهم. كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان المحاكمه كانت غادي تكون نهار 14 في شهر 11، ولكن تاجلات حتى اليوم اللي هو نهار 25 في شهر 11. واليوم صدر الحكم واللي كان هو عام ديال الحبس و500 درهم لسيمو القناوي، بحيث ان حشومه وعيب وعار ان رابور اللي هو ارتيست انك تعطي هذه المده ديال الحكم، حيت فهاد البلاد هادي كون كان شي رابور اللي عنده العاقه وداير العاقه نيت ديال بصح من هاد الشيء هذا ما كانش غادي يوصل لهاد المواصله هادو، بحيث ان حنا عايشين في بلاد ديال باك صاحبي. استغلوا ديك الحاله اللي كان فيها سيمو القناوي فاش كان داير اللايف وشدوه من هاديك اللعيبه، وزيد عليها حتى اللعيبه ديال عشا الشعب، وخلطوا ليه شي فشي وخرجوا ليه بهاد العام ديال الحبس و500 درهم غرامه. تنعاود نقولها بانك تشد رابور في واحد الحاله اللي ضعيفه وتحكم عليه بهاد الحكم هذا، كان على الاقل الا كنتي كاع بغيتي تعاقبه واحد المعاقبه عطيه شهر على الاقل. العام راه كثيره بزاف، وزيد عليها انه تتلقى بنادم في يوتيوب اي مؤخرا لقيت شي فيديوهات ان بنادم واحد داير لهم في مينياتير 6 شهور، بغى يستغل داك التعاطف ديال الجمهور ويطلع على ظهرهم الشين. حشومه كاع نشوفوا باقي هاد اللعيبات هادو، بنادم تيدير خاطر بمحاكمه سيمو القناوي وهو اصلا يلاه تحكم اليوم، ما بغيناش نشوفوا هاد اللعيبات هادو. والله يجي ما خلق قدر الله وما شاء فعل. ما بغيتش نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو هذا، ما قدرتش نكمل. سموحة الخوت نتشوفوا في شي فيديو جديد. تشاو اميغوس.